وصلت عصر اليوم بعثة فريق شبيبة القبائل الجزائري إلى القاهرة وسط حفاوة استقبال مصرية كبيرة وتأمين مكثف لكل فرد جزائري يعكس حرص الجانب المصري على حسن استقبال وضيافة الأشقاء الجزائريين. رئيس نادي الشبيبة ولاعب الفريق أعربوا عن سعادتهم بالاستقبال المصري الرائع وأكدوا أنهم يشعرون بحق أنهم في بلدهم ووسط أشقائهم. احسن استقبال كما درنا الاستقبال الاهلي دارونا استقبال الحمد لله حار، والمقابله ما تهمناش، يعني هذه المقابله لازم واحد يربح واحد يخسر، وما العلاقات بين الاهلي وشبيبة القبائل ما لازمش، يعني بنادم يدير المجهود نتاعو باش نولي ويجيو لتيزي وزون ونجيو للقاهرة. العالم شويه هما اللي سخنوا الحاله، يعني لازم انا نقول لكم رساله، لازم تهدنوا شويه بين البلدين وبين الفراق، يعني لازم تعاونوا الفراق. في بعض الصحف الجزائريه نقلت تصريحات على لسانك بتقول انه الاهلي صنع سيناريوهات كاذبه وصنع كذا وكذا، عايز رد حضرتك انت عشان الناس كلها تسمع. ما نوليوش اللور، نشوفوا لقدام. كيف تتوقع؟ كيفاش؟ خلينا جملاج راني قابل، راني مع رئيس الاهلي، الا نديروا الجملاج نديروا الجملاج، الا اللاعبين بيناتنا ماهوش مشكل. ستطلب امير سعيود من النادي الاهلي محمد بيه؟ ان شاء الله. منذ شهر احنا لعبنا ضد الاسماعيلي كان استقبال مميز، واليوم انا شفنا استقبال مميز ايضا. احنا نشكركم على هذا الاستقبال، وان شاء الله المباراه تكون تسود ان شاء الله المباراه تسود فيها روح رياضيه، هذا اهم شيء. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اكد ان حرص الجانب المصري على تامين بعثه الشبيبه من المطار وحتى فندق الاقامه وعلى مدار ايام اقامتهم بمصر وحرص قيادات الاهلي على استقبال البعثه الجزائريه يأتي من منطلق العلاقات الوطيدة بين الجانبين، وردا على الاستقبال الرائع للأهلي في الجزائر بعيدا عن الأحداث الفردية التي لم ولن تعكر صفو الأجواء المصرية الجزائرية. احنا حريصين، قلنا الكلام ده، كان في مؤتمر صحفي عقده كابتن حسن حمدي وقال ان احنا يعني قابلنا هناك احسن استقبال، وهم لما يجوا هنا هنحسسهم فعلا زي ما احنا حسينا هناك الفتره الصغيره اللي احنا قعدنا، ان احنا كنا في بلدنا، وقلنا ان الحاجات اللي حصلت دي كانت كلها حاجات يعني فرديه مش حاجه يعني عامه، وزي ما قلت زي ما احنا حسينا ان احنا الجزائر بلدنا الثاني هنا هنحسسهم برضو كده، وبالتالي كان الاستقبال على اعلى مستوى.